اهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم تنسرفلو. قمنا الى الان بتعلم الكثير عن هذه المكتبة، وقمنا ببناء عدد لا باس به من الابلكيشنز والمشاريع المتعلقة مثلا بتحليل الصور والقيام بالكلاسيفيكيشن والتصنيف نسبة الى نمط معين من الشبكات العصبونية CNN Convolutional Neural Networks. وايضا قمنا مثلا بتحويل الكلمات الى صيغ رقمية Digital Form، وذلك باستخدام Word Embedding. فالآن سوف نقوم أيضا بالتعامل مع نمط آخر من الابليكيشنز، والذي من خلاله نقوم بالاعتماد على التعامل مع النصوص والتكست. ومثالنا هو عن كيفية القيام ببناء كلاسيفاير ومصنف للقيام بتحليل هذه الـ SMS المسجز، والقيام بتصنيفها ما إذا كانت مهمة هام أو غير مهمة سبام. وأعتقد قمنا ببناء أيضا هذا المشروع وذلك بصيغة مختلفة في الدورة التخصصية الخاصة ببناء أبليكيشنز ومشاريع متعلقة في الذكاء الصناعي في البايثون. فأعتقد المعلومات هنا إلى حد ما سوف تكون متداخلة، ولكن في تلك الدورة قمنا ببناء هذا الأبليكيشن نسبة إلى Support Vector Machine SVC. أما هنا فسوف نقوم بالاعتماد على نمط معين من الشبكات العصبونية الخاصة بالتعامل مع النصوص مثل RNN والتي هي Recurrent Neural Networks، الشبكات العصبونية التي تشير إلى العقد السابقة، وأيضا LSTM والتي هي Long Short Term Memory والتي تملك إمكانية الإشارة والريفرنس إلى معلومات هيستوريكال موجودة في السابق. أنصحكم أيضا بالعودة إلى تلك الدورة المتعلقة ببناء المشاريع والتي قمنا فيها أيضا بالإشارة والاستخدام الكثير للتنسرفلو. فهنا مثلا نبدأ، وذلك من خلال القيام بالتعامل مع داتا معينة قمت بتحميلها مسبقا، وأيضا سوف أقوم بذكرها في مربع الوصف. فسوف أقوم بالاعتماد على هذه الداتا، دعني أقوم بفتحها. فنرى هنا هذه المسجز والتي تسبق هنا الحالة المتعلقة بها، إما أن تكون هام وإما أن تكون سبام. فمثلا لدينا هنا هذه تعبر عن سبام: Free entry into a weekly camp to win FA Cup, FIFA Cup, Final وغيرها من هذه المعلومات. أما هنا بالنسبة للهام مثلا Nay, I don't think he goes وغيرها. فغالب الأمر عندما تكون هذه الرسالة مهملة وسبام، أي تكون فيك غير حقيقية، فنلاحظ أنه يقوم بطلب مثلا القيام بالاشتراك، القيام بالنقل على ويب سايت معين، القيام بالذهاب إلى مكان محدد. أما بالنسبة للهام فهي فقط رسائل عادية نصية: Even my brother is not like to speak with me, something like this، شيء من هذا القبيل. لذا الآن الخطوة الأولى سوف نقوم بتحميل هذه الداتا ونقوم بالتصنيف والتفصيل. فنقوم مثلا بفصلها فنجعل الرسالة في مكان والتصنيف الخاص بها في مكان، وذلك من خلال هنا القيام بالتحليل. فنقوم بتقسيم هذه نسبة إلى السبيس، ونقوم بأخذ الكلمة الأولى كليبل والبقية كمسج. لنرى كيف يتم ذلك. هنا سوف نقوم بجلب هذا المسار والذي هو عند الـ DSMS والاسم هو Data. نقول هنا، دعنا نقوم بكتابة التابع مثلا، لنقول له data نسبة إلى باث محدد نقوم بتعيينه. وهنا سوف نقول لدينا مثلا رسالة نص بالإضافة إلى label. في البداية القيمتان فارغتان. من ثم سوف نقول هنا عندما نقوم بفتح open وذلك لهذا الباث، فهنا سوف نقوم بتسميته مثلا file. من ثم من أجل كل line موجود في هذا الفايل قم هنا بإنشاء توكنز والتي نقوم بالتعبير عنها نسبة إلى فصل هذا اللاين باستخدام السبليت. دعني أقوم بالتجريب. فهنا سوف نقول return وذلك لهذه التوكنز، طبعا هذه four. فمن أجل كل سطر في هذا الفايل قم هنا بالفصل ومن ثم قم بردها. نقول هنا load data وذلك على هذا الباب عند الـ DSMS data. فنرى هنا مثلا كيف قام بجلب المثال الأخير، تمام؟ في كل مرة نقوم هنا بالإسناد، فبالتالي سوف يقوم بذكر المثال الأخير بهذا الشكل. نرى هنا أن التوكنز الأولى تعبر عن الليبل، فسوف نقول ليبل append وذلك لتوكنز عند الصفر. وأيضا هذه التكست سوف تكون مساوية لهذه التوكن من الواحد إلى النهاية. طبعا سوف نقوم بضمها وذلك نسبة إلى space. فنقول هنا مثلا لدينا space ومن ثم join لهذه التوكن بهذا الشكل.
إذا أردنا القيام بردها الآن، فقلنا مثلا قم برد التكست والليبل، فإذا قلنا قم بردها نراها بهذا الشكل. إذا أردنا القيام بإسنادها فقلنا هنا مثلا X و Y يساوي هذه اللود. فهنا الـ X عند الخانة الأولى ترى هذا المثال مطابقا من هنا إلى النهاية، بينما بالنسبة لـ Y فسوف تعبر عنها هذه القيمة. فاستطعنا باستخدام هذا التابع القيام بالفصل وتحليل هذه الداتا. ممتاز، هذه الخطوة الأولى. بعدها إذا أردنا مثلا القيام بالفصل والقيام بالتحويل الرقمي، فمثلا سوف نقوم بالاعتماد على المابينج، فنقول هنا قم بالتحويل من وورد إلى انتجر، وذلك من خلال هنا القيام بالتعبير عن هاتان الحالتان وهما إما هام أو سبام. فإذا كانت هام فقم مثلا بالتعبير عنها أنها صفر، وإذا كان سبام فقم بالتعبير عنها أنها واحد. تمام. والحالة المعاكسة هي من انتجر قيمة عددية إلى وورد، فإذا كانت صفر قم هنا بتحويلها إلى هام، وإذا كانت واحد قم هنا بتحويلها إلى سبام بهذا الشكل. فمثلا إذا أردنا هنا القيام باستخدامها فقلنا على سبيل المثال الواي عند الصفر هي هام، فإذا أردنا القيام بتحويلها إلى انتجر نقول هنا word to integer هكذا. طبعا أعتقد علينا قيام استخدامها بهذه الأقواس المربعة. نرى هناك كيف قام بتحويلها إلى صفر، فنستطيع القيام بالاستخدام كيفما نشاء. طبعا هذه لا تعبر عن تمثيل رقمي وإنما تعبر عن إندكسات، بمعنى سوف نقوم باستخدامها وذلك للإشارة إلى هذه الكلمات بإندكس معين، لكي يستطيع القيام بالإشارة إلى كل منها إلى فيكتور يحوي على هذه القيم وهذه الخصائص بشكل مشابه إلى الوورد إمبدي. بمعنى دعني هنا أقوم بالتوكنايزينج لتوضيح الفكرة. فبداية سوف نقول هنا قوم بالإمبورت، دعني أقوم بجلب مكتبة النمبري بشكل مبدئي، وأيضا from TensorFlow Keras Pre-Processing Text قوم هنا بالإمبورت وذلك على التوكنايزر بهذا الشكل. ثم ذلك دون مشاكل نقول هنا دعني أقوم بإضافة هذه في هذا المكان، ونقول هنا قم بإنشاء توكنايزر من هذا التوكنايزر هكذا، ومن ثم سوف نقوم بتطبيقها على هذه الداتا، فنقول توكنايزر fit on text وهنا نقول x بهذا الشكل، وذلك لتهيئته لهذا النمط من الداتا. بعدها نقول هنا توكنايزر قم بتحويل هذه النصوص text to sequences. طبعا أعتقد كنت أيضا باستخدام مثل هذه العمليات في الدورة الخاصة بمشاريع الذكاء الصناعي كما قلنا وأسلفنا. فنرى هنا إذا قلنا مثلا قم بتحويلها إلى ديجيت هكذا، فنرى كيف قام بالتحويل لنرى، فنراها بهذا الشكل. طبعا هذا يعبر عن تمثيل رقمي للإندكسات لهذه الكلمة، بمعنى إذا قلنا هنا يعني أقوم هنا بإنشاء ربع جديد، فإذا قلنا هذه التوكنايزر قم مثلا بالاستعلام عن هذه الكلمة فنقول word index، فنرى هنا كيف قام بإسناد كل كلمة إلى إندكس معين. من ثم سوف نرى كيف نستطيع لاحقا القيام باستخدام هذه الإندكسات والإشارة إليها للدلالة على فيكتورز تحوي على السمات والإمبيدينج والديجيتال ريبريزنتيشن لهذه الكلمة. بمعنى إذا أردنا مثلا القيام بتصنيفها نسبة إلى دايمنشن محدد كما أسلفنا عند الوورد إمبيدينج، فإذا قلنا واحد يمثل I هنا ويتعبر عن إندكس يشير إلى فيكتور بقيم معينة مثلا أيا يكن بهذا التمثيل بهذا الشكل. فبهذه الطريقة نستطيع القيام بالاستعلام وتمثيل هذه الداتا وذلك رقم السطر ومن ثم الفيكتور الخاص به، فنقوم بتشكيل ماتريكس تعبر عن representation الخاص بهذه الداتا كديجيتال فورم صيغة رقمية. والآن إذا أردنا القيام مثلا بختم هذا الدرس فدعوني أخيرا أقوم بتحويل هذه الداتا إلى array، فهي الآن بصيغة list. لا أستطيع القيام بالاستعلام عن الشيء الخاص بها. إذا قلنا مثلا شيء نرى كيف أنه ليس لديها شيء فهي list، لذا سوف نقوم بالاستفادة من النمبي ونقول هنا هذه قم بالاستعلام عنها
وتحويلها إلى array بهذا الشكل. طبعا هنا يطلب مني القيام بتحديد التايب، فإذا قلنا dtype تساوي object فنرى كيف أنه لا يوجد إشكالية. بشكل مشابه نقول هنا y تساوي num b array لهذه ال y. تمام. فالآن إذا قلنا للسلام عن الشيء نراها بهذا الشكل، نرى كيف أنها تحوي على 5574 حالة، وبالنسبة لل y سوف تكون بنفس المقدار بهذا الشكل. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. تعلمنا كيفية القيام بالاستعلام عن هذه الداتا والقيام بجلبها وتحليلها وتهيئتها، وذلك لكي نستطيع القيام بتمثيلها بطريقة رقمية كما سوف نرى في الدرس القادم، للقيام بتدريبها ومن ثم القيام بالتنبؤ. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.